العالم في حالة ترقب ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لفيروس كورونا بعد تسلله إلى دول العالم، إذ منذ تفشيه والفيروس يعبث في الاقتصاد العالمي دماراً حتى أصابه بالشلل، فقد عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولاً ووضعها تحت الحجر الصحي، وأخرى تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائرها فادحة. هذا الفيروس الذي اعتبر كتهديد يهز عرش العملاق الصيني اقتصادياً، وبالتالي سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، إذ أن الصين تحتل المركز الثاني للقوى الاقتصادية المصدرة عالمياً بنسبة 17% من حجم الاقتصاد العالمي، إذ تمده بثلث احتياجاته من المنتجات الصناعية، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، وتشكل مصدراً كبيراً للطلب على السياحة العالمية. معظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 تنبأت أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في النمو من 2.9% إلى 3.3%، وكانت هناك أسباب كثيرة للتفاؤل، منها اتفاقية التجارة المرحلة الأولى بين الصين والولايات المتحدة، وخفض تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تفشي الفيروس قلب كل الموازين. ووفقاً لدراسة تحليلية صدرت في الأسبوع الأول لشهر آذار لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، فإن النمو السنوي العالمي لهذا العام سيشهد انخفاضاً إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة تريليوني دولار، وهذا ما أكده أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وحسب محللون، فإن الوباء أدى إلى خسائر اقتصادية عالمية قدرت ب 50 مليار دولار، وأن خسارة الصين وحدها تجاوزت نحو 20 مليار دولار. وتتوقع مؤسسة أوكسفورد للاقتصاد أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%. وأيضا تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية، وتراجعا في نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% ليصل إلى 2.1% في الربع الأول من هذا العام. كما أكد بدوره البنك الدولي من خلال دراسة أعدها أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنويا، أو ما يوازي نحو 0.7% من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي. وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤاً في النمو بين 0.7% و 0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. أما بالنسبة لكورونا وحرب النفط، فباعتبار أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، إلا أن تفشي الفيروس قد أضعف الطلب العالمي على النفط الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إلى أدنى مستوى له في 10 أعوام، إذ انخفض سعر برميل النفط من 52.5 دولار إلى 45.3 دولار، وكان قرار الأوبك بخفض حصتها في البترول هو لتفادي الخسائر بسبب خفض الطلب من الصين على المواد البترولية. ولكن سرعان ما تلقى الطلب العالمي صدمة كبرى أخرى بسبب حرب الأسعار السعودية، التي أدت بدورها إلى انهيار الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً بنسبة 30% إلى دون 30 دولاراً للبرميل. ربما أحد الدروس المستفادة من أزمة كورونا يتعلق بمدى فعالية الأنظمة الصحية في دول العالم، فمنهم من أثبت تفوق الأنظمة الصحية التي أدت دوراً فعالاً وأساسياً فيها، ومنهم من خافت في ظل الأزمة الحالية على أرباحها لتنهار النظم ويلقى الناس في ممرات المستشفيات. شكراً لمتابعتكم، ألتقيكم بالمختصر المفيد القادم.